تعرض هيئة الرقابة المالية معايير التقييم المالي على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بهدف توحيد قاعدة التقييم في مصر. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي إن معايير المحاسبة تزامن معها تقييم عقاري وتقييم مالي، وأشار إلى أن معيار المحاسبة رقم 13 تم عرضه على وزير قطاع الأعمال العام، موضحا أن الهيئة أصدرت أول معايير لتقييم المنشآت خلال الفترة الماضية. وللتعرف على أهم ما ناقشه اللقاء الذي جمع بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، بينضم إلينا عبر الهاتف رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي. أهلا بك أستاذ شريف، ضيف دائم على شاشة أون لايف وإلى هذه النشرة. كان يعني ربما كان لدينا من أسبوع أيضا اجتماع مماثل وربما لقضايا مماثلة أيضا، ما الجديد هذه المرة؟ بشكركم على الاهتمام، وأخبار الهيئة كثيرة ومتنوعة. الاجتماع سؤالك بيخص الاجتماع مع السيدة وزيرة سحر نصر والتعاون الدولي بصفتها الوزيرة المختصة بقوانين الهيئة. كما تعلمين الهيئة هيئة مستقلة وفق الدستور، وإنما يجب أن يكون هناك وزير لعرض القوانين مشروعات القوانين على مجلس الوزراء والبرلمان، وايضا اصدار اللوائح. لدينا عدد من مشروعات القوانين التي نهدف الى سرعه اصدارها، اولها تعديلات في قانون سوق المال لاستحداث الصكوك، بانشاء اول اتحاد للشركات العامله في مجال الاوراق الماليه، بالغاء الاسهم لحامله، وعدد من التعديلات الاخرى. رئيس البورصة كان موجود لأنه هناك مقترح لتعديل النظام الأساسي للبورصة فيما يخص مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا بعيدا عن البورصة لدينا عدد من التعديلات المطلوبة، أحدها في قانون الشركات لكي يعني نصعد في الترتيب في تقرير أداء الأعمال دون ريبورت الصادر عن البنك الدولي. وأيضا لدينا مشروع لائحة تنفيذية، تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين. نعم، طيب نحن الآن أين أستاذ شريف؟ يعني حضرتك ذكرت أكثر من مشروع قانون، أكثر من خطوة يعني لدينا في البورصة أنتم تريدون تعميقها على المستوى الدولي، ما المقصود بذلك؟ وأيضا أول معايير التقييم المالي في مصر، يعني نريد إيضاح من حضرتك لما نحن عليه الآن من كل ما تتحدث فيه. طيب، التشريعات لها مسارها طبعا، وحدث تعديل وزاري مؤخرا، فالوزيرة يعني تسلمت مهمها منذ أيام، ولذلك قصدنا دفع هذه الأجندة. إنما أيضا هناك جهود من الحكومة ليس الهيئة بشأن طرح بعض الشركات الكبرى والبنوك، وهذا نرحب به لأنه يزود من تنوع الأوراق المالية المتاحة في البورصة. معايير التقييم المالي اللي اتفضلت بالإشارة لها هي كانت مهمة لأنها تتعلق بالتقييمات أو دراسات القيمة العادلة التي تصدر عند أو بمناسبة طرح الشركات. يعني أول معيار اللي تم إصداره بالفعل أستاذ شريف لو تقول لنا ملامح معايير، هو دليل في أول معايير مصرية للتقييم. لم يكن لدينا معايير موثقة، يعني هناك منهجيات متعارف عليها، رأينا أنه يكون هناك مجموعة معايير تتعلق باستقلالية المقيم، بنطاق التقييم، بأساليب التقييم المختلفة، كيف أضع الفرضيات المستقبلية للتقييم، تقرير التقييم ماذا يشتمل وما لا يشتمل عليه. أعتقد دي إضافة تعزز مصداقية السوق المصري. وبالمناسبة هناك عدد من هيئات المناظرة لنا في دول أرسلوا استفسارات عنها لأنهم اهتموا. نحن من الهيئات القليلة جدا في العالم التي أصدرت مثل هذه المعايير. أشرت في حديثك إلى اجتماع المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء يوم الأحد، وأنا فعلا دعيت فيها لأنه كان هناك اهتمام بالتعرف على تلك المعايير، وأعتقد هناك توجه أنها تعرض على مجلس الوزراء لتبنيها في شأن حتى خارج سوق المال في المساهمات التابعة للوزارات والهيئات العامة في شركات، بحيث يكون هناك المعيار على مستوى جمهورية مصر كله وليس سوق المال فقط.
طيب أيضا تحدثتم عن إجراءات تشريعية إدارية فيما يخص الشمول المالي، يعني ماذا يمكن أن نتوقع أن يصدر من تشريعات بهذا الصدد أستاذ الشريف؟ طيب، كما يعني قد يعلم بعض أو أغلب السادة المشاهدين، الشمول المالي هو وصول الخدمات المالية بصورة مبسطة لشرائح من المجتمع لا تستفيد منها، البسطاء، أهل الريف وما إلى ذلك. لدينا في أكثر من تشريع بعض الشمول المالي أو بعض التبسيط والتيسير. أصدرنا مؤخرا قواعد الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين، بما يمكن الجمعيات الأهلية والبريد ووسطاء التأمين في مختلف المحافظات لتوزيع وثائق التأمين مبسطة نمطية كما نطلق عليها، في مجال الطائرات الإجباري، في مجال الحوادث، في عدة مجالات، وده بيساعد ان انا اوصل لشريحة اكبر من المجتمع. هذا في التأمين. في ايضا لدينا ما يسمى التأجير التمويلي متناهي الصغر، ودي اضافة في مشروع قانون ناقشناه مع الوزيرة لعرضه على البرلمان، هو قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيص. عايز اضيف حاجة، انه مع صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بانشاء المجلس القومي للمدفوعات، احنا اعضاء فيه طبعا، البنك المركزي وعدة وزارات ذات صلة، هنعمل على تفعيل السداد الإلكتروني من خلال المحمول أو غيره من الوسائل لأقساط التمويل متناهي الصغر وتوزيعات الأرباح. وأعتقد كل ده بيساعد على التخفيف من استخدام النقد، وإنه كلنا نبقى في منظومة أكثر أمانا وسرعة وكفاءة. أشكرك رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، شكرا جزيلا لك فندم.